إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وافعلوا الخير أمر قرآني ورد في الآية 77 من سورة الحج، وتتمة الآية لعلكم تفلحون. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. بعدما جاء الأمر الرباني بفعل الخير، ذكر الله عز وجل النتيجة المفرحة، ذكر ثمرة فعل الخير الفلاح. فإذا وعد الله بالفلاح فهو وعد حق، لأن الله لا يخلف الميعاد. أمر رباني لتنتشر همم الناس في هذا الوجود لفعل الخيرات والدعوة إلى فعل الخير، بل والتسابق إلى فعل الخير والتنافس في فعل الخير، كما قال ربنا جل جلاله: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. حينما نستقرئ آيات القرآن الكريم في مجال الخير نجد ثلاث مفردات. المفردة الأولى دعوة، المفردة الثانية فعل، المفردة الثالثة المسارعة والتسابق. نجد ذلك كله في آية القرآن. قال الله تعالى في الآية الرابعة بعد المئة الأولى من سورة آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. إذن هذه الآية القرآنية تذكرنا بالدعوة إلى الخير. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فالدعوة إلى الخير صنيع جميل، والدال على الخير كفاعله. ثم نجد مفردة أخرى في القرآن الكريم، الفعل. قال ربنا في سورة الحج في الآية 77: وافعلوا الخير، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. دعوة، فعل، ثم يأتي بعد ذلك أمر بالاستباق، أمر بالمسارعة، أمر بالتنافس في حقل الخير بجميع صوره، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال تعالى في سورة البقرة في الآية 148: فاستبقوا الخيرات. وتأكد هذا المعنى في سورة المائدة
الآية 48: فاستبقوا الخيرات. ووردت كلمة المسارعة، يسارعون في الخيرات. مسارعة، تسابق، تنافس في فعل الخير. وفعل الخير يتميز بجملة خصائص. الخاصية الأولى الشمول والتنوع، فلا يصح نقلاً ولا عقلاً أن تنصرف جهود الناس إلى فعل خير محدد بعينه، بل يجب أن تنصرف الهمم في هذه الحياة إلى ألوان من فعل الخيرات. فهناك من تنصرف همته إلى مساعدة المعوقين، أصحاب الإرادات الخاصة، أصحاب الأعذار، فهذا عمل خيري. وهناك من تنصرف همته إلى مساعدة الأرامل واليتامى، إلى بناء المساجد، إلى إعمار المساجد، إلى بناء الزوايا، إلى إعمار الزوايا، إلى مساعدة المرضى، إلى إغاثة الملهوفين. كل ذلك، هذه نماذج من الخيرات التي نحن مطالبون بها، فيجب أن تنصرف هممنا لتسجل حضورها في جميع مجالات الأعمال الخيرية. إذن من خصائص العمل الخيري الشمول والتنوع، ومن خصائصه أيضاً الدوام. أحب الأعمال إلى الله أدوامها وإن قل. الدوام على فعل الخير. لابد أن يكون الإنسان الذكي حريصاً على فعل الخير إلى أن يودع هذه الحياة بآخر نفس في هذه الدنيا الفانية، كما قال ربنا عز وجل في سورة التوبة: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المرسلين. ومن خصائص العمل الخيري أيضًا التعاون على فعل الخير. فكل إنسان يحتاج إلى غيره، فالمؤمن قوي بأخيه، والمؤمن مرآة أخيه. وقد أمرنا الله عز وجل بتمثل قيمة التعاون في هذه الحياة. بعدما تنتشر هممنا في مجالات العمل الخيري وفي جميع حقوله، نحتاج إلى أن نتعاون، نتعاون على البر والتقوى. وكلمة البر كلمة قرآنية دالة على كل خير، فهي جامعة لكل خير. قال ربنا في سورة المائدة في الآية الثانية: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا تعاوننا فيما بيننا وتمثلنا هذا المبدأ العظيم في حياتنا، ربنا عز وجل سيدعمنا، سيرعانا برعايته الكاملة، ويكتب لنا التوفيق والنجاح، بل يكتب لنا الأجر الكبير الذي نجده ينتظرنا في دار القرار
حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونحن نتحرك في هذه الحياة لابد أن نستحضر النية الخالصة لله عز وجل في جميع أعمالنا، لأن النية الخالصة شرط أساس لقبول الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال ربنا عز وجل في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارفع جميع الأوبئة عن البشرية قاطبة، اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم استرنا فوق الأرض، اللهم استرنا تحت الأرض، اللهم استرنا يوم العرض، اللهم زدنا إيمانا وتقوى ويقينا، اللهم زدنا ألفة وأخوة ومحبة وسعادة، اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا استقيموا ارحمكم الله، استووا اعتدلوا. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.